الله يا الله فوق مداركي سر هناك على فناك أصون. إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك أين يكون. يا ذا الجلال وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون. أرسلت خير الورى في فمه الهدى للعالمين مفصلا ومبين. وهل ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا فكل حسابه موزون. الحرف والكلم المعظم معجز ومن الجلال تفرد المضمون. وصلاة وسلاما على نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. الحب مركبي بغير ترددي والشعر أبحر في غرام محمدي. فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى بها فهيا رددوا يا رب صل على النبي محمد. اللهم صل صلاة جمال وكمال على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى الآل والصحب ومن به قد اهتدى واقتدى. آل بيت النبي التقيات النقيات سرائرهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. من لم يكن نبويا حين تذكره فليس له من قديم الدهر مفتقر. أولئك القوم آل البيت قاطبة عندهما علم الكتاب وما جاءت به السور. أيها السادة الأجلاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى كما جمعنا في ساحة الحب هذه أن يجمعنا وإياكم في ساحة رضاه بصحبة سيد الأخيار سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أكرر الترحيب بكم جميعا وأسأل الله تعالى أن يجعل ممشاكم لهذا المقام والمقام في موازين حسناتكم بإذن الله تعالى. تقام هذه الليلة الكريمة المباركة من أمام ديوان عائلة الكرم آل السبع بمناسبة زواج الأخ الكريم معالي الأستاذ علي حفظي محمد السبع نسبا وصهرا مع معالي الأستاذ عبد المنعم شحاتة مهدي من كبار عائلات قرية صنيم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا. أشرف وأسعد بمقدم العلم القرآني الكبير مولانا الأستاذ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والذي حاذ على لقبين قلما يحصل عليهما سواه ملك الإبداع الأول وملك المقامات لسمو مقامه ومكانته بين خلقه وذلك راجع إلى مكانته عند الله عز وجل. فما قذف الله حبه في القلوب إلا لأنه يحبه. أسأل الله تعالى أن يعلي قدره في الآخرة كما أعلى قدره في الدنيا. أيها الإخوة الأحباب تليفون مولانا الشيخ عبد الناصر حرك 0119 70 850 هاتف آخر 0127 4 55 4409. كما أسعد بمقدم القارئ والمبتهل
كما يقولون صغير سن، إلا أنه فاق أقرناءه في حفظه للقرآن الكريم وابتهاله المتميز بين أحبائه وأقرنائه، معالي القارئ والمبتهل الإذاعي الكريم الشيخ أحمد زكي. أسأل الله تعالى أن يفتح عليهما فتوح العارفين. أرحب بقارئ بني سويف المحترم مولانا الشيخ الإذاعي الكبير الأحمد مرسي. أيها الإخوة الأحباب، لا أسب في التقدمة والقلوب تتتوق وتشتاق الأعين لأن تملي الأبصار منه، لكن أستسمحكم في دقيقة واحدة أقدم شيخنا ببعض ما أفاء الله به علي. حرك بهر الحضور بلاغة وجلالا، وانساب عزبا صافيا سلسالا، حرك يهدي الإله به حائرا تائها حيرانا. جل جلال الله هذا كلامه، ملك القلوب وحافظ الأستار. حرك اقرأ ورتل واسعد بتلاوة كتاب ربك الأجيال. فليتفضل مولانا الأستاذ الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل عليه وسلم. استهللت بسيدنا النبي منفوح يا رب. صل على النبي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم انت الوحيد. اللهم انت الوحيد. اعلموا ان فيكم رسول الله. يا رب يا حبيبك الله عليك يا نسمع القران ونتادب مع القران شويه قليلا. الله يبارك فيكم. معلش معلش. صلى الله عليه وسلم. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله.
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله. ترحمون. لا كويس كويس صوت حلو. إنما المؤمنون إخوة بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Thank you.
يا دنو يا دنو يا دنو يا مرحبا يا يا اهلا وسهلا الله يفتح عليك عدنا بالبلد كلها سبحان الله ان شاء الله من السلام ان شاء الله ان شاء الله يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون اخوه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله خلاص كده لا شيل الكرسي شيل الكرسي شيل الكرسي خلاص واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله الله لعلكم ترحمون يا عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أطلع أن تزيد ما قلت. لا بعد. عودا على بدء. بعد تمام. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حبيبك سيدنا النبي عسى وعسى نطمع أن تزيد. أنا حبيبي زي بعض زي بعض زي بعض والله بريد محبة والله العظيم زي بعض. تعال هنا عم اثبت يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا
فإن الله تواب رحيم. خفت عليك يا سيدنا، بعت عليك العمر وهو قصير، وغلبت فيك الشوق وهو غزير، وأنشأت بحسنكم دولة لها الحب جند والولاء سفير، ومن قضت عليك جوانحي أبدا وما حل في قلبي سواك أمير. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل حاجة برزقها. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم لسه بقول لك بداية الربع، لسه الربع ده قاعد ساعة ونص في كان لسه.
ده بداية الربع يا مولانا. نطلع مننا على الشركة. نصبر على رزقنا. ربنا يديك الصحة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم هتتعب معانا بس الحب ربنا وحضرة النبي اتعب يا شباب ناصر بعد اذنك عندنا مثل في الصعيد اللي يشجع يلجا اللي يشجع يلجا بس لا اتعب الليلات زي بعض خلي بالك لربنا لربنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتعب شويه زي بعض ربنا يعيننا عليكم ربنا يعيننا عليكم انتوا بس كده نسمع القران نتادب مع القران بعد اذنكم ماشي حاضر 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 والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم إنما رسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه حاضر 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 يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين حاضر حاضر إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد يا مولانا الوصل ده كان بالمقام الاسمى. اللهم صل وسلم على النبي. ونادي النور نزل من قبل العرش. الله يحفظك. هي سيدنا النبي. النور نوركم. النور نور. ربنا يبارك فيك. أصحاب الله. إن شاء الله. يا دكتور. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن مش بايد الناس والله ان شاء الله والله يا شيخ ما بيد حد اللي ما يعمل كلمه بايده ده غصب عنه حاجه ربانيه صفين علماء من الازهر هم قدامك صفين علماء من الازهر اقعد بس تقول اكثر من كده ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون والله بصير بما والله بصير بما تعملون
الله يعلم غيب السماوات والارض اللي احنا مستنيينها والله ما جابوا النبي. انا متفق والله انا متفق بتاع الدكتور عبد الناصر. بص دي كانت لها ركانه بتاعتك انت مش عايزين نسمع حد تاني بتاعتك انت قصد قول عليه هو جميل الله الله معاك إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير ما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أول حاجة جميل وجميل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مقام النهوية سبحان الله. اسمع مقام القرآن يا جماعة سيبونا من نهوة انت والسيكة ونحن نسمع مقام القرآن. الله يبارك. مفيش أفضل من مقام القرآن. الله يبارك. الله يبارك. شكرا لحضرتك. الله يبارك. الله أكبر. الله أكبر. أيوه يا غلوة. اللي هو آخر حاجة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها
ما فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.